تكنوز تكنوز. في تكنوز اليوم مش نحكي على شركة مايكروسوفت اللي أعلنت إلغاء لعبة الفيبل ليجندز اللي تم تطويرها لأجهزة الحواسيب ومنصة الإكس بوكس، وكانت تعتبر واحدة من أهم دعائم منصة الألعاب منذ انطلاقها عام 2004، مما يعني نهاية أحدث أكثر استوديوهات تطوير الألعاب شهرة في مجال صناعة الألعاب العالمية البالغ سوقها 99.3 مليار دولار، استنادا إلى تقديرات شركة نيودزو لأبحاث السوق. كما صرحت مايكروسوفت عن إغلاقها لاستوديوهات بريس بلاي الدنماركية واللي طور ألعاب ماكس ذا كروز أوف براذرهود وألا كاليمبا، وتعمل على تطوير لعبة بروجكت كناكسفيل. وتواصل استوديوهات مايكروسوفت مع دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ التركيز على استثماراتها وزيادة التطوير في مجال الألعاب ومحاولة الحفاظ على الامتيازات اللي تحظى بها والعمل بجدة على إثارة انتباه المزيد من اللاعبين. هذا معنا في تكنوز لليوم، متابعة طيبة. تكنوز.